لكن نتحدث أيضا دكتور ليس فقط عما يحدث داخل الشيخ جراح، أيضا على صعيد التداعيات في كافة أرجاء الوطن. هناك أيضا حالة من الغليان في الضفة الغربية، تقارير أمنية تفيد بتصاعد العمليات بالتزامن مع هذه الاعتداءات في القدس وفي الشيخ جراح على وجه التحديد. أيضا غلاف غزة هو الآن ساخن، نتحدث عن يعني تحذيرات الوسطاء بأن ما يحدث قد يشعل فتيل يعني ميدان رأيناه قبل عام بمعركة كبيرة في سيف القدس. هل يمكن دكتور أن تتطور الأمور إلى هذا الحد في هذه الجولة الجديدة؟ حسب كل التقديرات، يعني في التقدير الاستراتيجي لمركز دراسات الأمن القومي الذي صدر فقط قبل شهر من الآن، تحدث عن سيناريوهات التوتر، وقال بأنه رغم إسرائيل أنها متفوقة تكنولوجيا ومتفوقة عسكريا ودولة عظمى اقتصاديا وانفتحت تطبيعيا مع عدد كبير من الدول العربية، وهي في ظروف من هذه النواحي الأفضل في تاريخها، إلا أن التقرير أيضاً قيد هذا الأمر بأنه إذا لم يكن هناك تسوية مع الفلسطينيين فلن تستطيع إسرائيل ترجمة هذه القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية إلى إنجاز استقرار على المدى البعيد. فأي حدث في الضفة الغربية أو في القدس أو في 48 قد يشعل كل ذلك ويفسد كل ذلك، وما يحذرون منه هو ما يحصل وهو ما يستمرون بالتحذير منه الآن. لذلك يقولون للحكومة أنه يجب أن لا يذهب بن كثير وأن لا ينصب خيمته في الشيخ جراح، هذه بروفوكاتسيا بلغتهم، يعني تحريض أو استفزاز. وبالتالي لكن في المقابل هناك عصابة متطرفين التي يقودها بن كثير لا تفهم هذه المعادلة الدولية، لا تعترف بالعلاقة الدولية ولا بالتوازنات الدولية، ولا يفهم بالحسابات السياسية للحكومة، ولا يؤمن بالقضاء أساسا. هم يعتدون بشكل عنيف ليس على الفلسطينيين فقط بل على قوات الشرطة وقوات الجيش، ويتهمون المنظومة القضائية بالخيانة وما إلى ذلك ويكفرونها. يعني هذه فئة متطرفة أكثر تطرفا من باقي المجتمع الصهيوني، لذلك هي من تسعى لإشعال الفتيل بينما الحكومة لا تريد إشعاله. يعني الحكومة والنخب في الكيان الصهيوني تدرك خطورة الأحداث وتدرك بأن هذا العام مليء بالقلاقل على مستوى العالم وليس على مستوى فلسطين فقط، وأنه لا يوجد ملف تستطيع إسرائيل إغلاقه، لا في الصراع مع حزب الله ولا مع حماس في الجنوب ولا مع الضفة الغربية. الضفة الغربية تفلت من يديها كما تقارير الأمن تقول، صحيح. تقارير والاستخبارات والشباك تفلت من بين أصابعهم، والأجهزة الأمنية تقف عاجزة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهناك صراع على خلافة محمود عباس. فكثير من السيناريوهات كلها سيناريوهات سوداء تقنع النخب الأمنية والنخب السياسية بالكيان بأنه ليس الوقت للعب في القدس أو استثارة الفلسطينيين، لكن هذه الفئة المتطرفة من المستوطنين لا تؤمن بذلك كله. هنا حالة من التضارب ما بين يعني النخب والجماعات المتطرفة وبين مصلحة الحكومة الآن التي تعيش حالة من التخبط والاضطراب. بالضبط، إضافة إلى الأزمة السياسية الداخلية أن هذه الحكومة أساسا مركبة من مجموعة من المتناقضات، ائتلاف ضعيف، نعم، من الصهيونية الدينية على أقصى اليمين إلى الميرتس اليسار والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس على اليسار، وبالتالي تناقضات غريبة عجيبة داخل هذه الحكومة وغير قابلة للاستقرار. يعني وأي مشكلة من هذا النوع قابلة أو قادرة على إسقاط هذه الحكومة. فمشكلة ائتلاف ومشكلة أمن ومشكلة تطرف، يعني هذا كله يبشر بأن الأوضاع لن تكون مريحة، لن تكون، يعني هذا العام يكون أكثر تشويقا بين قوسين للأحداث في المنطقة. فأي انفجار في القدس يعني أنه لا سيطرة على الأوضاع، قد يكون هناك سقوط حكومة وقد يكون هناك دعوة لانتخابات جديدة، وفي ظل موجة تطرف سيتهم اليسار باليمين بأنه سبب المشكلة واليمين سيتهم اليسار بالخيانة. فحقيقة سيناريوهات بالنسبة للكيان يعني لا يحسد عليها.